المناطق الثانية مسموح أن يبنون على الأطراف، يعني ما يتركون هذه الارتدادات. أنا من قبل قلتها معالي الرئيس وأرد أكرر، وأنا أعني ما أقول، أن مدينة حمد فقيرة ومظلومة يعني ببعض القرارات. معالي الرئيس، المشكلة في مدينة حمد نفسها تلقى في نفس الصفة في بيوت بانيين بيوت إسكان، البيوت لاصقة في بعض، يعني ما في كلش ارتدادات. طيب أنت جيت شريت أرض على نفس الصفة لكن تابع شنو في وزارة الإسكان، يقول لك لا أنت لازم أنك تترك هذه الارتدادات. طيب أكوهم نفس الصفة كلهم البيوت لاصقة في بعض، فليش أنا مطالب علي أن أترك هذه الارتدادات وخاصة الأرض صغيرة؟ معالي الرئيس، احنا حقيقة يعني مشاكل كثيرة عندنا في مدينة حمد. أنا عندي الصور الشيخ معالي الرئيس، بس أنا تأخرت أن يعرضونها. هذه إذا طبق معالي الرئيس، هذه إذا طبقنا الاشتراطات، احنا معروف عندنا في البحرين أن الدور الأرضي تكون في صالة مطبخ ومجلس، والغرف غرف النوم تكون فوق. ما يقدر يبني إلا غرفة واحدة، ما يقدر يبني إلا غرفة واحدة فوق، فهذه مشكلة. يعني نفس ما ذكرت معالي الرئيس، هذه عندنا خاص بس في مدينة حمد، ولا مو بالأراضي كلها، بعض الأراضي. فنتمنى من وزارة الإسكان أن هذه الاشتراطات تلغى خاصة في الأراضي الصغيرة. عندي معالي الرئيس كذلك مشكلة حاصلة في مدينة حمد، عندنا أحد الأشخاص طلب ترخيص بناء، عطوه معالي الرئيس ترخيص بناء، طيب بعد ما طلع الترخيص موافقة البناء راح أخذ قرض، أخذ قرض معالي الرئيس يدفع عليه 1500 دينار شهريا. عقب ما طلعت الموافقة عقبها بشهر جاءت رسالة أن يتم توقيف البناء، وأن حصل خطأ من عندهم من البلدية أو من الموظف. طيب من يتحمل؟ وهذا الرجال ماخذ قرض يدفع عليه شهريا 1500 دينار بسبب هذه الاشتراطات اللي هي خاصة في مدينة حمد. فنتمنى معالي الرئيس أن خاصة الأراضي الصغيرة تلغى هذه الاشتراطات اللي هي 4 متر من قدام ومترين من كل جانب، وكذلك البناء على على الجراج اللي هو موقف السيارات ممنوع عندنا في هذه الأراضي اللي هي تابعة لوزارة الإسكان. احنا نتمنى من وزارة الإسكان يعاملوننا في مدينة حمد مثل ما يعاملون جميع المناطق في البحرين، وشكرا معالي الرئيس. شكرا سعادة نائب جميل. رجاء أصحاب السعادة نتكلم في المرسوم.